السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. تدابير منزلية حصرية مفيدة إن شاء الله، تابعوا معايا في هذا الفيديو، وكذلك شهيوة كيف ما العادة غتلقاوها في آخر هذا الفيديو. نتمنى لكم فرجة ممتعة. هنايا الكيس ديال المسحوق ديال التصبين، هذا هو اللي كنستهلك. عندي لكم واحد الفكره اللي زوينه، هي من بعد ما يعني خويت منه الكميه اللي شفتوها معايا في فيديو سابق، ضفت لها مجموعه من الاضافات اللي بغات تشوفوا، ما تلقاهم ان شاء الله الفيديو في صندوق الوصف، باش هكا كيولي المسحوق عنده فعاليه اللي ممتازه في التصبين. كندير ليه فتحه اللي هي صغيره، من بعد هذه الفتحه هذه راكم عارفين الا وضعتوه بهذه الطريقه كيبقى يعني معرض انه يتخوى او لا ممكن يقيسوا الاطفال. اش كندير ليه انا؟ كناخذ غير واحد الجزء ديال القاروره، قطعت ليها الراس ديالها بحال هكا واحتفظت لها بالغطاء، وهاد القاروره هذه كناخذها وكنحاول ندخلها هنايا بهذا الشكل هذا، وهنايا غادي نحاول نسدو بالبريكه، غادي نحاول نبقى نحرقه. هو راه غير كتحرقوا البلاستيك راه كيثبت على المكان ديالو، غنحاول هنايا نثبت هذا الجزء هذا. كما كتشوفوا ثبت هذاك الجزء ديال القاروره في هذه البلاصه، غلقت هذا المكان مزيان يعني غير بالنار وصافي. وقت ما بغيت ناخذ منه كميه كنفتح غير الغلاقه وكنخرج المسحوق ديالي من هنايا بهذه الطريقه، يعني ملي كنسدو كنضمن انه ما كيتسربش منه لا الريحه ديالو ولا كذلك ما يمكنش انه يضيع اولا يفسد ليا ويتقلب. كنتمنى هذه الفكره ان شاء الله تكون مفيده لكم وطبقوها. الطريقه باش تحتفظوا على الفلفله الحاره هي انكم تغسلوها وتنشفوها جيدا من الماء، وتستعملوا هاد القارورات هادو ديال المياه المعدنيه، كناخذهم وكنوضع فيهم هاد المزيودات هادو كيف ما كتشوفوا، وكنوضع هاد القرعه هادي في الدرج ديال الثلاجه، كتحافظ عليهم بشكل ممتاز، ما كيلواوش وفي نفس الوقت ما كيخسروش. وقت ما بغيت اي حبه راها كتخرج بكل سهوله من القاروره، يعني كنخرجها ما كتوصلهاش نهائيا الرطوبه، في نفس الوقت ما كتشدش لكم مكان، ممكن توضعوها غير في باب الثلاجه بهذه الطريقه هذه. اتمنى الفكره تنال الاعجاب. هي واحد السباتول اللي ضاعت ليها المقبض ديالها، ما بقيتش لقيته، فباش ما نشريش وحده اخرى ويعني ما كاينلاش، وليت كناخذ غير هذه الملعقه الخشبيه وكنوضعها هنايا، كندخلها هنايا بهذه الطريقه هذه، وكنستعملها بنفس الطريقه بلا ما نحتاج انني نشري سباتول وحده اخرى، غير هكذا صافي راها كتوفي ليا بالغرض. إلا بغيت نحرك من هنا وإلا بغيت نستعمل سباتول من هنايا. نتمنى الفكرة تكون مفيدة. تستعملوا الفكرة حتى الفرشات ديال السيليكون، حتى هي إلا ضاع لكم المقبض ديالها مثلا ما بقاش يعني تهرس أولا شي حاجة، حتى هي ممكن تدخلوها في الملعقة الخشبية ديالكم وتستعملوها بنفس الطريقة، وكتبقى يعني عملية جدا. تحكو شي آنية وضع لكم الجيكس ديالكم ما لقيتوش او لما ما شريتوش، عندي لكم اقتراح اللي هو تستعملوا بدل منه ورق الالومنيوم، تشدوه وتكوروا بحال هكا، تحاولوا تقطعوه وتحاولوا تجمعوه بهذه الطريقة هذه، وكتوليو كتحكو به الاواني ديالكم، كيعطي نفس الفعاليه مع الجيكس، يعني في حاله ديال الضروره الا ما لقيتو الجيكس استعملوا هاد الفكره هذه. هي واحد الكميه مهمه ديال الجلبانه كيف ما كتعرفوا، دابا هذه هي الوقت ديالها، والجلبانه كتجي زوينه بزاف في الطاجين اكثريه، فعندي لكم واحد الطريقه اللي زوينه بزاف. اول حاجه غادي نمشي باش نقشر هاد الجلبانه هذه ونعاود نرجع معكم.
البنه هي من بعد ما نقيتها وغسلتها جيدا خليتها حتى تسقطرات من الماء تماما. وغادي ناخذ هنايا كرتونه ديال الحليب اللي حتى هي غسلتها جيدا بالماء والصابون وخليتها تسقطرات ونشفات، ما خاصش يبقى نهائيا فيها الماء. وغادي نعمرها بالجبانه. ما ملأت الكرتونه ديال الحليب بالجبانه كيف ما كتشوفوا راها كتهز كميه اللي هي كبيره. غادي نحكم الاغلاق ديالها وغادي نوضعها في المجمد، راها كتبقى طريه مده طويله، والاهم انه ما كيتغيرش المذاق ديالها. تفادوا وتجنبوا انكم توضعوا الجلبانه في البلاستيك او الاكياس البلاستيكيه وحلا حتى في القارورات البلاستيكيه، راه كيتغير المذاق ديالها وكتولي حالتها. هذه الطريقه اللي هي امنه وصحيه في نفس الوقت وما كتشدش بزاف المساحه في المجمد. هنا واحد الكميه بغيت نستهلكها يعني في يومين ثلاثة ايام حتى الاسبوع، خليوها غير في الثلاجه، ولكن دائما وضعوها في الزجاج او الكرتون كيف ما شفتوا. الزجاج كيبقى امن وصحي اكثر، وهذه راها كتبقى في الثلاجه حتى الاسبوع ما كيوقع لها والو. لكم حيله جدا مفيده وذكيه بالنسبه للمجمد، كيف ما كتشوفوا عندي هنا واحد القرعه اللي وضعت فيها واحد الكميه ديال الماء ووضعتها في المجمد حتى جمد لي هذاك الكميه، يعني غير النصف ديال القاروره هو الممنوع حتى جمد تماما. وكنوضعو في المجمد بهذه الطريقه هذه، يعني كنقلب القرعه وكنوضعها في المجمد بحال هكا. ان القرعه تجمد الماء ديالها في الاسفل، كنعرف بان المجمد ديالي او الثلاجه راها طفات مده طويله، يعني حتى داب هذاك الماء وعاود جمد. وهذه الطريقه هذه كنعرف بان الحوايج اللي كاينين في المجمد راهما اصبحوا غير صالحين للاستهلاك لانهم دابوا وعاودوا جمدوا. بالحشوه كنحتاج هنايا شويه ديال الفلفل الخضراء، شويه ديال الجزر وبصله. الجزر غادي نحكو والفلفله والبصله غادي نقطعهم مكعبات صغيره. بعد ما قطعتهم غادي ناخذ مقلاه غنوضعوا فيها شويه ديال الزيت وغادي نشحروا فيها هاد الخضره. نديرو مع شويه الملحه ديال الابزار وشويه ديال قشور طماطم اختياريا، يعني ما كانش ماشي مشكل، وشويه ديال بودره الثوم. بالنسبه للعجين فهو ساهل بزاف بزاف، كنحتاجو فيه شويه ديال الفينو او السميد الرقيق. تقريبا هنايا درت زلافه صغيره، غادي نضيف عليه شويه ديال الزيت، تقريبا ملعقه كبيره ديال الزيت، ونبسبسو هذيك السميده بهذاك الزيت حتى تخلط مزيان. من بعد غادي نضيف هنايا خميره الخبز، تقريبا ملعقه صغيره ديال خميره الخبز، وغادي نديرو الماء. كما شفتوا غرقتها بالماء وغادي نخليها ترتاح على جنب. صافي هنايا من بعد ما هذيك السميده شربت هذاك الماء وتنفخات ورطبت، غادي نبدا كنزيد في الدقيق باش نعجن الخليط هذا. تقريبا زدت هنايا واحد زلافه ديال الدقيق الابيض، الا حسيتوا بها يعني باقا جاري كتزيدوا الدقيق حتى كتجمع لكم العجينه ديالكم. العجينه ديالي هي تجمعات، غادي نغطيها وغادي نخليها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق. بعد ما ارتاحت ليا العجينه واحد 10 ديال الدقائق غادي نحاول نقسمها على جوج وغادي نسرحها بشويه ديال الدقيق. بالنسبه المقلة انا غنستعمل هادي، عندي هاد المقلة هادي ما عندهاش الحواف. بغيتو تستعملوا مقلة ديال المسمن، المقلة الثقيلة حتى هي مزيانة. غادي نحاول صافي، غادي نحاول نسرح العجينة ديالي
رققوها مزيان لانها فيها الخميره وغادي تزيد النفخ. داكشي باش خصها تكون رقيقه. هي من بعد ما دبلوا لي هذوك الخضر غادي نضيف عليهم هنايا عندي الطون الحشوه اللي هي بسيطه بزاف واقتصاديه وكتجي بنينه بلا قياس. صافي غادي نحاول نخلط داك الطون وغادي نجيبو الورقه ديالنا ونحاولوا نسرحوا هذه الحشوه. ما بسط الخليط غنجيب هنايا فرماج ديال الساندويتش وغادي نوضعهم من الفوق. بغيتو تحكو فرماج الحمر حكوه، المهم اللي كتفضلوا. طلقت العجينه الاخرى وغادي نهزها ونديرها فوق من المقله ديالي. غادي ندهنوا ليها الوجه ديالها، انا غندهنوا ليها غير بشويه الزبده. ممكن تدهنوا ليها بالبيض. نديروها الفران طيب من تحت ومن بعد نشعلوا ليها الفوق ونطلقها من بعد ما توجد. الفطيره ديالي ها هي من بعد ما خرجتها من الفران، وهذا هو الشكل ديالها. راه كتجي شيشه بزاف ومقرمشه وكتفرتش زوينه بزاف المذاق.